السلام عليكم، معكم محمد مشبل، عضو نادي اعمال قمه ابيكس بيزنس كلوب. اليوم غنتكلموا في موضوع ديال البرنامج المندمج لدعم المقاولات اللي تطرح مؤخرا وخلق واحد الجدل اللي الكثير يعني ما عرفش يعني كيفاش يفرق ما بين البرنامج المندمج لدعم المقاولات وما بين التنميه البشريه اللي طلقت في 2005. اذا لا علاقه لنا بهذا البرنامج بالمبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي وقع هذا الخلط ما بيناتهم، حيث المبادره الوطنيه للتنميه البشريه كان فيها شي اجراءات اللي ما جاوش في هذا البرنامج. اجراءات ديال مبادره التنميه البشريه مثلا كتمشي للعماله، كتمشي لواحد المكتب ديال التعاون، من بعد كتمشي كتجي واحد اللجنه اللي مكلفه انها كدرس معك الملف ديال المشروع ديالك، ومن بعد كيكونوا فيها واحد الاجراءات اللي معقده بالنسبه لصاحب المشروع او صاحب يعني المقاوله. وبالنسبه للقروض اللي كانت كتعطى كانت فيها واحد الفائده اللي هي 6%. هاد القروض ديال 6% كتخلي الانسان يعني شويه متخوف من هاد القروض في حال هكذا. سينو في هاد البرنامج الجديد اللي جا الغى هاد الاجراءات هادو كاملين، وعطانا واحد النموذج ديال المشروع اللي قدر الشباب واللي قدروا اصحاب يعني المشاريع يخلقوا فرص الشغل ويخلقوا مشاريع جديده اللي قدروا انهم ينفيستيو فيها ويربحوا منها. مثلا هاد المشروع الجديد جا باش يوفر حتى 13500 مشروع في العام، زائد انه يوفر 70000 منصب شغل سنويا. هذا البرنامج تم التوقيع عليه ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. القطاع العام المتمثل في وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب، والاقتصاد والقطاع الخاص اللي متمثل في المجموعة المهنية الأبناك. اذا غادي نتوجهوا مباشرة للأبناك كيف ما قلنا، حيث كاين قروض بدون ضمانات شخصية، اجراءات اسهل ووقت اقل. اذا المشروع اللي قلنا كنهضروا عليه، يعني الدور ديال الابناك الجديد فيه هو انها غتواكب ودير ديزانفورماسيون لاصحاب يعني المشاريع واصحاب المقاولات باش يقدروا انهم ينجحوا المشاريع ديالهم في ارض الواقع. لهذا تسمي بهذا الاسم هذا البرنامج المندمج لدعم المقاولات الصغرى. برنامج كما تكلمنا كيضم ثلاثه ديال الفروع، هو ضمان انطلاق في المجال ديال الحضر، وضمان انطلاق المستثمر في المجال ديال القروي، وضمان انطلاق المقاولات الصغيره. خصك تحاول تستافد من هذه المبادره هذه، حيث كما قلنا سابقا انها تخلق واحد الثروه يعني في المشاريع، واحد الرقم اللي جد مهم هو 13500 مشروع سنويا، زائد انها تخلق 70000 منصب شغل. اذا باش تستافد من هذه المبادره هذه حاول انك تخلق مشروع يعني اللي جديد، حاول انك يعني تبدع شويه في الافكار ديالك، وتكون مدروس بطريقه اللي هي احترافيه وبروفيسيونال. حاول انك توجه مثلا شي مكتب ديال الدراسات او لا محاسب باش يدرس معاك المشروع ديالك من ا تان زد، وتعدل واحد البلان ديال المشروع باش يدرس وتدرس فيه المداخل والارباح والمصاريف ديال المشروع، يعني كديطاييه من جميع الجوانب باش ملي كتمشي كتدفع للابناك يعني كيكونوا هما على درايه ان المشروع ديالك يعني مدروس بطريقه احترافيه، وغيناقشوا معاك التفاصيل. ديك الساعه كتسهل على راسك انك تاخذ القرض وتاخذ يعني الدعم ديال الابناك باش يواكبوا معاك المشروع ديالك بزاف ديال الامور. واحد الفكره بغيت نشير ليها هي ان الاستثمار في الافكار يعني اصبح قليل بزاف، والاستثمار في الفعل يعني اللي اصبح كثير. يعني نحاولوا نستثمروا في افكار جديده مبدعه، نخلقوا يعني واحد النموذج ديال الابداع يعني جديد هنا في المغرب باش نقدروا ننجحوا في شي امور. المهم يعني من بعد ما كان القرض ديال الابناك يعني كما قلنا سابقا كيوصل حتى 6% في بعض الاحيان في المبادره الوطنيه للتنميه البشريه حتى 5%، الان يعني اصبح يعني في المجال الحضاري كيوصل 2%، في المجال القروي كيوصل 1.75%، وبالنسبه للمقاولين والذاتيين واصحاب يعني المشاريع الخاصه والمقاولات الصغيره جدا اللي كيقرر رقم المعامله ديالها على 10000 درهم. اما بخصوص ضمان الانطلاق في العالم القروي فهو في حال المجال الحضاري غير النسبه ديال الفائده في المجال الحضاري كتكون 2%، في المجال القروي كتكون 1.75%، كيبقاو نفس الشروط. كاين فرع ديال انطلاق المقاولات الصغيره جدا، حيث كتكون عندك فكره اطلاق مشروع وعندك استلزامات ماليه ولوجيستيكيه لاطلاق التاسيس. هنا كيمكن لك تحصل على واحد الخط ديال التمويل اللي كيوصل حتى 50000 درهم على حساب التصريح ديال الضمان الاجتماعي. هذا القرض هذا كيوفر لك باش تبدا التاسيس ديالك بطريقه صحيحه، وكترجعو على حساب كما قلنا التصريح ديال الضمان الاجتماعي بدون فائده، يعني كتدي الفلوس وكترجع كيف ما ديتيها في الاول. اذا من بعد ما عرفنا يعني بالبرنامج المندمج على حساب المعطيات الرائجه حاليا
اللي قدرنا اننا نوصلوا ليله. حاليا بغينا نتكلموا على بعض الاسباب اللي جعلت الدوله وعجلت بهذا البرنامج هذا طرحه في السوق. حاليا كاين بعض الاسباب. اسباب كما تكلمنا سابقا في واحد الفيديو كنا تكلمنا عليه، هو واحد المؤسسه يعني اولا هيرمز اللي معروفه حاليا كدير الاحصائيات في هادشي ديال مثلا ديال المداخل ديال الدوله، الدوله شحال كتدخل، شحال يعني النمو ديال الدوله. جبرنا المغرب كاين احصائيات مخيفه اللي حاليا كي في السنه الماضيه اللي شدت اكثر من 8000 مقاوله، في السنه اللي وراها في 2018 يعني شدت اكثر من 7000 مقاوله. حاليا كاين توقعات ديال 2020 اللي كيوصل حتى 9000 مقاوله. يعني هاد المخاطر يعني الدوله يعني دقت ناقوس الخطر، حاولت تعجل بهذا البرنامج هذا باش تطرحو ويكون عنده يعني فائده. اللي بغينا احنا بغينا كتما كشباب ولا يعني كفاعلين في الميدان المهني اننا ندفعوا بالدوله ان هذا المشروع هذا ينجح، وكذلك نوقفوا على بعض المعيقات ديال اللي كتخلي اي مشروع في المغرب حاليا يفشل، هما الاجراءات الصعبه ديال القوانين المطروحه في الادارات العموميه اللي كيصعبوا يعني اي حاجه يعني بغى يقدم عليها اي واحد. كنتمنوا هذا الشيء هذا يوصل للمسؤولين او لا يوصل يعني الافراد الفاعلين في المجال الاقتصادي باش نتجاوزوا هاد المعطيات هادو اللي سلبيين في المغرب واللي كيخليو مناخ الاعمال في المغرب يتاخر بزاف وكيوقع فيه واحد السوء ديال التدبير، باش مستقبلا ان شاء الله نوصلوا بهاد الشيء هذا لظروف احسن. وشكرا على حسن المتابعه، كنتمنوا اننا نكون وصلنا الفكره، ونلقاكم في فيديو جديد إن شاء الله، ومع السلامة.